بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. عبر سمو فيه عن خالص تهانيه لفخامته بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد عبد الملك سلال رئيس الوزراء الجزائري بهذه المناسبة الوطنية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. ضمنها سموه صادق تهانيه بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا سموه له وافر الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق اطراد التقدم والنماء. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري، ضمنها سموه خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.